يعني مرض الحمص وفرز السكر. يعني ها هو السكر قدامكم، ها هو لانك يوصل للستة السبعة وكذا كنمشي قلب الكلاوي ديالي في الكلينيك المتواجد حدا المندوبية، حدا المندوبية ديال وزارة الصحة، شارع شوفوني بما يسمى شارع شوفوني. كنمشي لداك الكلينيك، واحد الدكتورة الله يحمرها دار، المهم كتعامل معايا وكتوصلني على الريجيم وكتقلب لي الكلاوي ديالي. المهم كنمشي ولي الانتباه ديالي هو بان لي واحد الإشارة حدا الكلينيك، هذا محامي بهيئة القنيطرة ودكتور في الحقوق وكذا. أنا معرض للظلم وعدد وبزاف ديال الظلم تمارس عليا بداك المحل وداك الشيء، وتدخل عنده. أنا ما عمري شفت شي واحد عنده في البلاكة ديالو محامي وكذا ودكتور في الحقوق، قلت له دكتور أنا مأهل وكذا، وطلعت لعنده ولي الانتباه ديالي ولقيت كاسيطة ديال القرآن مطلوقة في المحل ديالو. وكيمشيو وقالوا لي الناس بان كيمشي للحج كل عام، كيمشي للعمره وكذا، درت فيه الثقه باش عندو. قلت له استاذ المشكل اللي عندي راه هاد الناس عطاوني رخصه ديال بيع وتصوير الوثائق الاداريه في 2012 وعندي ريجيس كوميرس وكنخلص الضرائب ديالي وهادي، وراه هاد الناس بقاوش عطاوني الضو مما ادى بيا للافلاس وهادي. والمهم وقال لي كيفاش ما يعطوكش الضو؟ عندك الوراق ديالك؟ جيت له اوراق بحث الوراق وكذا، قال لي لا من حقك تاخذ الضو ومن حقك عندك التعويض 10 سنين دابا وما عطاوكش الضو. هاد الناس هما اللي اداو بيك لهاد الافلاس وكذا هادي ماشي. ولكن قال لي غرسلوهم، غرسلو دار الضو وغرسلو جيت بلدي وشوفوا شنو غيقولوا لنا بعدا. وإلا ما قالوا لنا ما جاوبوناش وكذا في اجل ديال 60 يوم غنرفعوا بهم شكايه للمحكمه التجاريه مالين الضو والمحكمه الاداريه المجلس البلدي ونشوفوا علاش. المهم قلت له حدد معايا الثمن استاذ، قول لي شحال الاسعار وكذا. طلبني 4000 درهم، عطيته 4000 درهم في 2021 وكورونا والازمه وما كاينش، وسبت منا وتسلفت منا وشلو 4000 درهم حيت انا مظلوم. هاد النيابه العامه ديال الاقليم سيدي سليمان ظلماني، ماشي انا خطره ماشي جوج. الشكايات ديالي بقوا عندي 20 شكايه هما عندي، وعمر شي شكايه ما خدت الطريق ديالها ولا شي حاجه. المهم قال لي لا ما يمكنش وهذا وكذا. المهم عطيته كانت في جيبي 50000 ريال، 2500 درهم عطيتها له، ويتعاودتني جبت له 1500 درهم كملت له فلوسو. قال لي صافي راه سجلنا الدعوه مشيت بحالي. المهم كنمشي كنسولو تيقول لي باقي، ما عارفش انا ما عارف، تنقول يمكن باقي راه المحكمه هادي يمكن باقي. حتى 2023 عيط ليا قال لي راه السيد عوما لي الضو اجي بلغهم عن طريق مفوض قضائي. مشيت عند المحامي قلت سيدعى باش غنطي المفوض القضائي غنخلصو باش يوصل الموالي يبلغ موالي الضو. كنلقى سجلية الدعوة 2023، يعني عطيتو الأتعاب ديالو كدا في 2021 وهمل ليا الملفات ديالي. و 2023 عاد مشا دار الشكاية وكدا. مني شديتها وداك الشيء وعرفتها في 2023 وفطنت بالتلاعب ديالو وبان ما محامي ما والو، بان هذا نصاب وهذا سمسار وكذا. مشيت لعندو باش نستفسر كيفاش المشكل شنو وقع ليا باش اخرتيني، وغوت على النقيب نائب النقيب مدينه سيدي سليمان، وغوت شي محاميين جاو وكذا وقالوا لي ما عندكش حق باش تهضر مع هذا المحامي، وغوتو على علاش ما عندكش حق هو يكوتينو بالك. قال لي ما عندكش ما تدويش معاه، قال خليني ندير فيك اللي بغى. هذا الناقب نائب النقيب ديال مدينه سيدي سليمان تيقول هو نائب النقيب، انا ما كنعرفوش حضر هو جا ديك الساعه باش يصالحني ولا غادي يشرحوا ليا ولا غادي يوريوني المشكل في كاين داروا فيا. وغوتوا للبوليس وشي حد من النيابه العامه وامروا بالاعتقال ديالي، جاوا البوليس وداوني اعتقلوك البوليس وداوني للكوميساري بحاله اعتقال. انا ما عارف دوني الكوميساريا بتهمه شنو التهمه اللي داروك؟ ما وصلناش التهمه،
المهم انا جبت التليفون لا باش المتابعين يعرفوا اعتقال ديالك اللي تم عليك امام المكتب ديال المحامي. شنو هو التهمه بها اللي اعتقلوك بها؟ شنو هي التهمه اللي لصقوك؟ باقي ما قالوا ليش تهمه. داوني البوليس بس غادي يسولوني وكذا، وانا كنشوف راسي بان معتقل، لان علاش انا مريض بالسكر كنمشي عند بالبول تتبعني بوليسي، قلت انا معتقل. المهم جبت التليفون غوت لولدي قلت له ردوني البوليس راه وقع لي مع المحامي، وجيب لي الدواء ديالي واجي عندي. وفعلا جا ولدي جاب لي الدواء ديالي وجا عندي الكوميساريا. شويه كنسمع الصوت ديالو بان مشارق مع البوليس، تيقولوا له باك ماشي قاصر، ما يمكنش يسول على باك، خليه باك راه قد براسو. ماشي خرجت عندهم كنسولهم مالهم مالهم، قالوا لي راه سكران. كيفاش سكران؟ انا كنعرف ولدي ما كيشربش، كنعرف ولدي، انا ولدي مربي وكنعرفو، انا ما كيشربش وما نعرف. والمهم قالوا لي لا راه سكران ما كذا، مشاو ملاوين معاه كذا شويه، تيقولوا لي سير بحالك ولدك راه غادي راه معتقل. يعني امرت النيابه العامه باعتقال الولد ديالي، ماشي مشكل، مشيت بحالي. ولدي دوز 48 ساعه ديال الحراسه النظريه، قدموه للمحكمه، ولا السيد وكيل، السيد نائب وكيل الملك رد له تمديد 12 ساعه، هي 60 ساعه. والمشكل اللي كان تفاجئ هو ماشي السكر، ما دارلو السكر، دارلو ثلاثه المتابعات، يعني قبولو الضابطه القضائيه مباركه النيابه العامه، واحد العام ديال الحبس ولا عامين ديال الحبس وكذا، اهانات موظفين اثناء مزاولة، اهانات محامي. اللي تا الانتباه ديالي كنفكر به بير كيعرف هو المحامي شنو بينه وبين المحامي، هو جا عندي الكوميساريه شنو بينه وبين المحامي، داروا اهانه محامي وانتحال صفه، ودارلو قدموا عند وكيل الملك. ولولا حنك السيد وكيل نائب وكيل الملك سي ابراهيم قنون جزاه الله بخير، كيعرف بان كاين تلاعب وهادشي ما كاينش. والمهم تلقوه ما كاين حتى مشكل، تلقوا لي ولدي. المهم داش ثلاث ايام مشيت عنده عاود كنستفسر شنو المحاضر ديالي، عاطي جوج ديال المحاضر ودير فيه الثقه، وليت جوج محاضر، وحده ديال بنتي دارت حديد السير، وحده ديالي انا درت حديد السير، عاود كلشي تبعناه، انا ما ندير فيه الثقه، يعني دكتور في الحقوق محامي بهيئه القنيطره وكذا في الثقه. المهم رجعت عنده باش نسولو، عاودتي نفس المشكل، تبلوكا وما عرفش يجاوبني، ما عرفش يحل معايا الحوار، عاوتاني غوت شي واحد في النيابه العامه، عاود غوت البوليس، بيتوني بالاعتقال. دابا ثاني مرة كيعيط لك البوليس المحامي. اه، ثاني مرة كيعيط شي واحد في النيابة العامة صاحبه صديقه ولا ما نعرف ولا السمسار ديالو ولا ما نعرف، المهم تيعيط البوليس كيجي ودوني الاعتقال، وأنا مسن ومريض وبيتوني بالكوميساريا. والغريب في الأمر ما هبطونيش، حسيت على المحضر ديالي هبطوني الاعتقال، انا مريض، هبطوني مع السكره مع الدراري الصغار مو القرقوبين المشاغبين، وما نعش وما شربش الدواء ديالي، حيدوا لي النظاظر ديالي. والمشكل هبطوا عندي مع الصباح، هبطوا عندي مع الصباح جيب لي محاضر اخرى سنيتهم، ما عنديش النظاظر باش نقرا المحضر، انا مريض وكذا ما عنديش. وقالوا لي لا اسني ضروبية شي ربعه ديال البوليس ولا شنو هو، وسنيت ما عرفتش على من سنيت، انا مريض ما دارش الدواء ديالي ما دارش النظاره ديالي، قدموني للمحكمه عند وكيل الملك ولا نائب. والمهم وطلقني شنو المتابعه، اهانه محامي اثناء مزاوله مهني. نفس التهمه اللي ركبوا لولدك. نفس اكثر من ولدي داروا ثلاثه، داروا لي عام ومنتيب واحد، ولدي دار له اهانه موظفين عموميين واهانه محامي وهادو كلشي، وانا كنعرف هادشي كلشي، هادو عرض السمساره كما جابوا للمحكمه اهانه محامي. واش هاد المحامي انا السيد كينوب عليا وعندي ملفات ديالي عنده وجابوني عنده، فين غنمشي عنده؟ انا مشيت للمكتب وما كيحبس عليا المكتب، ودار لي الكاتبه الكوميساريه ما عرف شنو قالوا في الكوميساريه الكاتبه ديالو، جاب واحد خينا وقفوا لي في الباب بحال شي كارت كور باش ما نطلعش عنده، كنلقى واحد السيد واقف لي بالباب. وهادشي كامل على الزعنة هادشي كامل؟ غير دار لي فلوسي ونصب عليا وشت لي المحاضر ديالي. دابا انا كنت غادي في واحد الاتجاه بان المحامي كيعذرني في الملفات ديالي
ويتبع لي الظلم، حيث هو محامي واحتراماتي لجميع المحامون الشرفاء والمحامون نزهاء اللي عندهم ضمائر وعندهم تيخافوا على السمعة ديالهم وعلى الشرف ديالهم. وهذا السيد بأنه كان كيعازرني، دابا اليوم أنا عندي دير لي مونتيف خر بأن إهانة ولا كيدوز معايا كضحية وأنا كمتهم، وما بقيتش كنعرف شمن الفات ديالي. دابا أنا كنت غادي في واحد اتجاه ورجعت في واحد اتجاه، تعرف القانون وتعرف النيابة العامة وعندو نفوذ وعندو سلطة وطغى عليا ودمرني وأنا مدمر. دابا كمل لينا في حراسة الناظري شحال بتي من ساعة؟ أنا بت في الحراسة ما عقلتش على راسي أنا مريض، ما عقلتش ما تدقل لي الله تي المحكمة، ما عقلتش باش. وباش مشيتي وباش مشيتي عند وكيل الملك شنو قال لك؟ قال لي بأن مشيتي عند المحامي وكذا، وفي غنمشي عندو راه هذا محامي تيأزرني، هذا محامي راه عندو الملفات ديالي، عندو جوج ملفات ديال موالي الضو ديال المجلس البلدي، وعندو ملفات ديال حوادث السير، وما عرفتش دابا حادثة السير وقعت ليا. ودابا العام بزات الخبره وما تحكمتش، ما فهمتش دابا مابقاش عندي فيه الثقه، وبيتني في الحبس وبيت لي ولدي ودمرني هذا المحامي الدكتور، هذا الدكتور في الحقوق، وانا ما عرفت والو. وانا درت شكايه السيد وكيل العام، واليوم مشيت للشكايه سولت الشكايه عطلت عليا ولقيتها في الحفظ، ودخلت عند وكيل العام مشكور السيد وكيل العام المحترم، كيفاش سيدي هاد الشكايه ديالي؟ قالك انا سيد عيناك وما جيتيش. وانا سيدي راه ما توصلت لا بالسيد على بوالو، بان السيد راه عنده نفوذ وهاد الناس ما جابوا لي لا السيد على والو. وعاد قال لي تدير طلب وخرجتها من الحفظ ورديتها للسيد وكيل العام، وغادي نشوف شنو غايدير السيد وكيل العام، وغادي نمشي عند السيد وكيل العام لدى جلالة الملك مجلس النقد مولاي الحسن الداكي اللي معروف بالنزاهة ديالو بالشفافية ديالو، وأقسم بالله ما نسكت على هاد الضرب. وأنا مدمر وإفلاس تام، وجابوا لي إنذار البنكة بأن غيبيعوا لي الدار ديالي، وبأن غادي يخرج الشارع وأنا راجل مسن ومريض، ودوس الحبس ودوس العذاب الأليم مع النيابة العامة بإقليم مدينة سيد سليمان. ودابا غيبيعوا لي الحقولية، لأن جايين مرحلة بمرحلة تيقتلوا فيا مرحلة بمرحلة، داوني الحبس، هجموا لي على المحل ديالي، هجموا لي على التجارة ديالي، ودابا الحقولية الدار ديالي غادي يبيعوا لي الدار ديالي وغادي نخرج الشارع. وما كاين حتى مشكل، وفين هي الرؤية ديال صاحب الجلالة نصره الله؟ فينا هو التبصر؟ فينا هو الحماية الاجتماعية؟ فينا هي محاربة الفقر والهشاشة؟ دابا الناس غيبغيو يبيعوا لي الدار ديالي، وهذه مؤامرة. نداء والنداء وصاحب الجلالة الملك البلاد سيدي محمد السادس كان وجه نداء السيد وكيل العام مجلس النقد السيد مولاي الحسن الداكي اللي معروف بالنزاهه ديالو والشفافيه. انا ما كنجامل حتى واحد، والسي محمد النبوي رئيس المنتدب لدى السلطه القضائيه، والسيد وكيل العام كذلك بالقنيطره، حيت اليوم انا مشيت ضريت في المحكمه في سيناء في القنيطره، واحد النظام في المحكمه، واحد استقبال، هادشي كله بالجهودات الجباره ديال السيد وكيل العام، يعني استقبلوني وانا كنمشي كنلقى الشكايه ديالي في الحفظ. احتراماتي القضاء، انا حكموا عليا في سيدي سليمان بسنه بثمن شهر ديال الحبس ظلما وعدوانا، وبسيناء بالتليفون يعني بالتليفونات بعضياتهم وكذا، وزادني 4 أشهر وكملوا لي عام ديال الحبس. وفي الحبس كنكتب وزاره العدل ومشكور السيد وزير العدل انذاك هذاك الرميد ولا سميتو لا داعي بالاسماء هذاك السيد، وكذلك اللجنه ديال لجنة العفو وكذا، وجاني إفراج وما كملش العقوبة. ومشيت كنقلب في الاستئناف ديالي ما لقيت البراءة، يعني دوزوا الملف ديالي بلا ما نحضر أنا بلا ما يحضر محامي، دوزوه وعطوني البراءة، وضربت عام ديال الحبس عطوني البراءة، ودمرني ذاك العام، دمرني ولادي، ودمرني كلشي، ودابا هاد الدار ديالي كيبيعوها ملحقوا للتعويض. أنا كان
ملي رجعوا للبراءه بحال عطوني كل شيء، يعني برئوا لي الدمه ديالي. انا ماشي بصار وماشي سمسار وماشي واحد كنبيعوا نشري مع المحاكم، هذا هو المشكل. عندي عطوني البراءه وشكرا للساده القضاة المحترمين الشرفاء سعد، وشكرا للقضاة اللي عندهم اخلاق مهنيه وروح عاليه ومواطنه عاليه. وانا خديت البراءه ديالي، هذا ما يهمني التعويض ولا ماشي التعويض، ولكن المشكل دمروني هاد الناس، سالوا معايا. دابا شنو المشكل؟ هي غتبات في الزنقه، غيبيعوا لي الدار ديالي، تيقول لي باش نخلص البنكه. انا في 2020 تفرع لي المحل وهادشي بعلم وكيل. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.